رحمة الله وشاع التحية للعريس الغالي عبد الرحمن سيلان. من شاف عبد الرحمن سيلان يقول عيني منك ملان. أنا هني بعدة أصوات. نبدأ بصوت من؟ لا 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 الشيخ صادق. نبدأ بصوت الشيخ صادق. حقيقة أنا أهني عبد الرحمن ولد سيلان وآل سيلان جميعا وأقول ألف ألف مبروك يا عبد الرحمن. إيه هل تتحرس وإحنا وسط العصابة؟ نو بروبلم. عبد الرباك ألو. نسأل الله أن يرجع على البلد والعباد والوالي وأن يدل سرور عبد الرحمن. آمين. مبارك عليك شبع بينه وزوجته على خير. آمين. وأن يفرج عن عبد الإله سيلان. آمين يا رب. إن شاء الله يفرج الله عنه وعن جميع الأثر. يا رب. أوه ضعف النغمة الأخيرة. طيب من الباقين يقلد لكم؟ عمرو خالد حضر العرس. سلام ولما تقبل ما شاء الله منظر عظيم. وحضرت فجأة بالعرس عبد الرحمن سيلان وانسان ونسيت العرسان. وبعدين شفت العزبان وقلت يا رب العالمين يا أيها العبادين اللهم زوج العزبان. آمين. ممتاز. عبد الرب منصور علينا اليمن لا يمكن حال من الاحوال الخروج من الازمه الا بتكاتف كل القوى الخير. علي عبد الرب حقيقه انا حضرت العرس ايوه ولقيت شنطة الطعام وارسلت هذه التهنئات من البدر واقول للعريس الف الف مبروك. تعالوا تعالوا. مع الباقيين يا بدر ياسر عرفات خدمات الله حسين بار انني لم اكن يوما احضر عرسا ولكن استثناء لعبد الرحمن سيلان حضرت العرس وانا في حاله منهكه ولكن الولد على باقي الاستاذ هي على وظائفها سليم ونحن هنا في مقدمه الجبيل نسال سؤال السؤال يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الدنيا متاع. السؤال يقول ما خير متاع الدنيا؟ الدنيا متاع فما خير متاع الدنيا؟ هنا تعال تعال تعال, تعال. هنا اسال وادي تعال اسمك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معنى الدنيا متاع فما خير متاع الدنيا؟ وإجارة سليمة 50,000 ريال مش حقيقة ولكن خيال. بعد ما يبقى عيال حتى جميل يا خبراء ما قدمت استقالتي من محافظة عز لأجل حضور هذا العرس الكبير. من عاد باقي يقلد له خلاص. حميد الأحمد يا أخي الكريم بالنسبة لما يحصل اليوم أنا أقول لا داعي للخوض في السياسة ولكن أقول للعريس عبد الرحمن سيلان ألف ألف مبروك ولو قد قدح بنك سبا لكن عادي. من عاد باقي نقلل له الشيخ عبد الله صادق حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى مثل ما جمعنا هذا نجمعنا في اليمن قلوا آمين.